يعني عندما نتحدث عن يوم الأرض، هذا اليوم الذي يعد ذكرى لتجسيد وتخليد تمسك الشعب الفلسطيني بأرضهم ووطنهم، كيف يحيي الشعب الفلسطيني هذا اليوم؟ وأيضا هو تخليد لشهداء يوم الأرض أيضا. نعم بالضبط، هي يعني هو تأصيل هذا اليوم هو فكرة التشبث بالحق الفلسطيني. عندما قررت سلطات الاحتلال بين ليلة وضحاها أن تصادر 21,000 دونم في عرابة وسخنين ودير حنة والعديد من الأماكن الأخرى في المثلث والجليل، انتفض الفلسطينيون دفاعا عن أرضهم. لذلك عندما نقول أن رمزية هذا اليوم والاحتفاء به عاما بعد عام، لا شك أنه أيضا يحمل معاني كثيرة، ليست لاستذكار ما كان في عام 76 فقط، وإنما لاستذكار ما نمر به حتى اليوم. الفلسطيني حتى هذه اللحظة يذود عن بلاده بذات الطريقة التي ذاد عنها الفلسطيني في 76، عندما وقف الشاعر الكبير والقائد الكبير توفيق زياد وقال: أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي، وقفت بوجه ظلام يتيما عاريا حافي. ذات الفكرة حتى هذه اللحظة مستمرة في الصمود على الأرض، في استذكار أن ما جرى لم يكن إلا بطشا وعدوانا. لذلك التذكير بهذا اليوم هو تذكير بما يجب أن يحدث وليس ما حدث.